في الغربة حكايات، بالغربة في حكايات، في الغربة حكايات، في الغربة حكايات. اوكي كده زاتو سيزمي اجي اچانتا اجي اچانتا اجو جي كان بارك يعني بارا سب ٹھیک ہے نا انا ما كانش مخلص بس هو كان مخلص جدا خايف برضو من ماما ومن بابا من الاهل كله انا عرفت هو ليه هو جاب لي في الغربه ده انا مولوده في الهند ومعانا خمس عيال في العيله وبابا كان على طول في سنغافورة وأهنا كان موجودين في الهند أنا كنت عندي 8 سنين بس بعد فترة يعني هو عامل الأوراق وهجرنا في سنغافورة وأول ما جيت في سنغافورة جنبي كان في مدرسة إنجلية ماما دخلني في المدرسة الإنجلية ده اسمها سان مارغريت سكول وبابا كان موجود معنا سنتين بس بعد سنتين يعني هو جيت له سرطان سرطان الدم وفي الفترة ده يعني أنا كنت بتسمع الوعزة في الطابور عندي وساعتها يعني أنا هندوزي أنا كان قالة هندوزي بس من كتر أنا سمعت الترنيم وسمعت الوعزة كان بتدخل في القلب وأنا كنت عايز أعرف رب مين كنت بتصلي كتير عشان عايز اشوف وشك يا رب عايز اسمعك يا رب اسمع صوتك وايش في بابا راح بعد فتره بعد 7 شهور هو راح في الطابور بتاع الصبح كان في باستر من سريلانكا هو قلت كلمه يعني جايب يعني نتيجه يعني من ساعتها يعني الكلمه ده كان اثرت على قلبي يعني وجاب لي دموع كتير كلمة كان إيه What does it profit a man if he gains the whole world and he loses his soul كل شوية بيشيل يعني قماش من قدام إيني أعرفه أكتر وأكتر ربنا شايل كل الحاجات الفالسة عشان من 9 سنين قد 14 سنة كنت بتصلي على كل إلهي يعني هو هتقول ايه بس يعني هو ربنا شايل كل الحاجات الفالسو مني ووريتني وشه ولو ما اشوف وشه انا ما ينفعش يعني ما ينفعش دلع تاني فترة الجواز يعني هو مكتوبة في الانجيل احنا المفروض جواز الناس الكريستيان بس يعني عشان الاهل كان شديده وكان هندوزي وهم قالوا لي ما ينفعش اتجوز اي كريستيان لازم اتجوز واحد هندوزي برضو انا قلت يعني انت انا مسيحيه هو قال لي ماشي انا برضو في الكريستيان سكول هناك في مصر وانت ممكن ايه تتبعي الكريستيان ريليجن مش مشكله عندي وقلت له يعني العيال مثلا ايه يعني هتتبع ريليجن ايه هو قال لي ما فيش مشكلة ساعتها أنا جيت في مصر والمكان كان مختلف خالص من سنغافورة اللغة جديدة وناس غير الناس في سنغافورة عشان لو أنا كنت مع الأهل في سنغافورة كلهم متجوزين في سنغافورة إلا أنا بس أنا بس يعني طلعت برا هو ربنا ليه سبب عشان كل الحاجات ده هو كان حافظ على إيماني عشان يعني إدي إيمان ده زي النور بتاع الشمع على كل الناس تانيين حس إيه يعني هو إدتني مسؤولية أنا مشيت في الدنيا والحياتي 60% يعني مع الرب بس 100% ولا 99% جيت بعد في الجوازة بتاع بريتي احنا انا برضو ما كانش عايز مش عشان هو احسن حاجة ولا بتسأل رب انت عايز ايه انا مش عايز انا عايز تمشي من هنا انت يا رب انت بوظت كل بلانز بتاعي وانا بعد سنة قلت له يا رب يعني
انت لو لو عايز بيتر يعني خليه جوزي برضو وافق عليه. هو خد سنتين زياده، خد سنتين زياده، بس في السنتين دول الراجل الهندوزي ده، الراجل عصبي شويه ده، يعني راجل شديد قوي، بيعمل براكتس بتاع هندوزي كله، وعنده ما اعرفش تمثيل وكل حاجه، غيرت كتير يعني 360 درجه. هو يعني قبلت يسوع في المشوار بتاعتنا بتاع 3 سنين ده، يعني بعد 3 سنين وفرة بتاعتها هو عمدت. يعني من ساعة 9 سنين جاي دلوقتي أنا 64 سنة، هو بيوريني كل شوية أنا حقيقي، أنا حبيبك، وأنا بحافظ عليك، أنا هشفاك، أنا يهوفا رافع، كل حاجة. يعني هو جميل، الحياة في يسوع جميل جدا. أي وقت كان عندي يعني أيام صعبة، أيام اللي فيها مشكلة، ولا أنا كنت عايزة أقرب للرب، كنت بترع المخصوص المزامير. المزامير ده يعني السامس كان بيهديني وبيكلمني. كان في فترة يعني مع عيال صغير وحياة جديدة في البلد جديد في غربتي، يعني ده كان يعني فترة سلو موشن سلو موشن، بس برضو إيه، ربنا ما سيبش إيدي أبدا. فاملي بتاعتنا عملي زيد، فاملي بتاع إيمان عملوا زيد وزيد وزيد، وأنا هتيت كل الناس التانيين في الآن في سنغافورة وهنا برضو على مسبح بتاع الرب. اللي أنا عارفة ما فيش حاجة بترجع فاضي من المسبح بتاع الرب، وأنا جربتها كذا مرة بكل أمانة. يعني هو حي، رب حي جدا، وهو جميل. God is real and he wants to be my everything in life. Love you Jesus. ربنا حقيقي وهو عايز يبقى كل حاجة في حياتي. أنا بحبك يسوع. في الغربة.